وأيضا بالنيابة عن لجنة السياحة والمرور في نادي السيارات، وهي من أنشط اللجان النادي. والحقيقة أنا عاوز أقول لحضراتكم حاجة، إن نادي السيارات من أبرز وأهم اختصاصاته وفقا لنظامه الأساسي هي إنه يرعى السلامة على الطريق. يعني الناس بتتصور مثلا نادي السيارات هو نادي اجتماعي او نادي بينظم سباقات السيارات والموتوسيكلات الى اخره، او باقي الانشطه يعني لا علاقه لها بالشأن العام او السلطه الرسميه للدوله، لكن لا، احنا بنعمل بصلة وثيقة جدا بين وزارة الداخلية وإدارة المرور إلى آخره بتعاون وثيق. بالتالي من أهم ما يعني أو يعنى به مجلس إدارة نادي السيارات هو السلام على الطريق. من أجل هذا عقد نادي السيارات مؤتمر للسلام على الطريق من كذا سنة، وده اللي عقدناه منذ شهر ونص تقريبا، في شهر مارس الماضي بالذات المؤتمر الثاني للسلام على الطريق. المؤتمر الثاني ده كان الحقيقة تحت رعاية السيد وزير السياحة وبرئاسة وزير النقل، واشترك فيه عدد كبير جدا من أساتذة الجامعات المختصين بالنقل والطرق. بالتالي كان في دراسات علميه كبيره جدا عميقه، ما هياش مجرد دراسات سطحيه الى اخره، لكن دراسات علميه مبنيه على معلومات واحصاءات ودراسات مقارنه بما يحدث في العالم في دول العالم الاخرى الى اخره. وبالتالي المؤتمر ده انعقد لمده 3 أيام كامله، وكان في زي ما بقول عدد كبير جدا من حاضرين. ارجو ان يكون بعض حضراتكم كان موجود في هذه الايام الثلاثه، وكان فيها ورش عمل واجتماعات يعني مكثفه جدا، وانتهينا فيها الى توصيات يعني في الكتيب ده، ما اعرفش هيتوزع عليكم، توصيات كبيره جدا. لكن احنا راينا ان احنا الحقيقه ما يصحش ان هذا الموضوع يفوت لمجرد ان نعمله في كتيب ونوزعه، وانما ممكن اننا نلقي الضوء على ابرز النقاط اللي وارده في هذه التوصيات. اهلا وسهلا دكتور خالد، الحمد لله على السلامه. اللي حصل عملا هو انه مصر زي ما حضراتكم يمكن تعلموا من فيها اكبر نسبه من إصابات على الطريق، إصابات السيارات من أكبر النسب في العالم كله. الأسباب عديدة جدا طبعا، الأسباب زي ما حضراتكم المتابعين ممكن تكون الأسباب هي بالنسبة للعامل البشري نفسه، السهولة في إصدار التراخيص القيادة، عدم الحرص بالنسبة لمتانة السيارة، برضو عدم التدريب او اعتماد مدارس لتعليم القياده، سلامه الطريق نفسه، سلامه العربه نفسها الى اخره، كل دي الاسباب المعروفه لدى حضراتكم. ايضا بالنسبه لعدم التطبيق الحازم لقوانين المرور، فيها عقوبات كثيره وفيها تفصيلات كثيره جدا. لو انه تم التطبيق الحازم لهذه القوانين كان ممكن جدا الحد من حوادث الطرق، لكن اللي حصل انه لفتره طويله خصوصا في السنوات الثلاثه الاخيره حصل تراخي شديد جدا في تطبيق القوانين. يعني لما نيجي نقول مثلا انه كان في قانون صدر عدم استعمال الهاتف او الموبايل في السواقه، او عدم او ضروره استعمال الحزام الى اخره، كل الكلام ده كله طبق بحزم لفتره ما، ثم حصل تراخي شديد جدا. انا من فتره كده كان زارنا هنا في نادي السيارات المصري رئيس الاتحاد الدولي جون تود، الاتحاد الدولي للسيارات،
وكان راكب معايا في السياره في الكنبه المقعد الخلفي يعني. وبعدين انا عادي ما يمكن ما فيش حد مننا اللي بيركب في المقعد الخلفي ويحط الحزام اطلاقا. فبصيت لقيته قاعد جنبي بيقول لي الله انت مش حاطط الحزام ليه في المقعد الخلفي مش في المقعد الامامي يعني. فيعني الاهتمام في الدول الاخرى بتطبيق القوانين دي اهتمام كبير جدا، لكن عندنا في مصر في تراخي كبير جدا في تطبيق القوانين. يمكن الشرطه يعني عادت بقوتها الى حد ما في الفتره الاخيره، لكن ارجو من الاعلام ان هو يهتم بالنقاط اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي بالنسبه اولا بالنسبه للتدريب على قياده السيارات عن طريق مدارس معتمده، وبعدين التدقيق في اصدار رخص القياده، التدقيق في السلامه والمتانه بالنسبه للسيارات، التدقيق على سلامه الطريق، تطبيق الحازم للقوانين الخاصه بالمرور الى اخره. طبعا في بتكلم كلام عام، لكن اهم التوصيات اللي صدرت عن المؤتمر حيتلوها علينا باختصار شديد يعني ان شاء الله باذن الله الدكتور خالد عبد العظيم مقرر المؤتمر. انما انا حبيت بس ان انا اعمل هذه المقدمه واقدم لكم الاخوه اللي معايا على المائده الرئيسيه من اليمين اللي هو هشام مصطفى وكيل الاداره العامه للمرور، وهنسمع من كل واحد منهم اولا يعني كلمه مختصره جدا عشان ندي فرصه للاعلان عن توصيات المؤتمر باذن الله، بحيث انه الكل يستفيد من هذه التوصيات. الثاني على يميني السيد السفير رهيب المنياوي اللي هو الرئيس لجنه السياحه والمرور مشكورا، اللي هي كانت وراء عقد هذا المؤتمر ولها الجهد الرئيسي في هذا المؤتمر. بعدين الدكتور حسين بيه بدران ممثل السيد وزير السياحه وفي نفس الوقت هو رئيس مركز القياده الامنه اللي احنا بنعتمد عليه، ان هو اولا المركز ده بيدرب قائدي حافلات السياحه، لكن احنا بنتفق معاه كنادي السيارات بنتفق مع المركز ومع حسين بيه بالذات على اساس ان نتوسع في الاستفاده من امكانيات مركز القياده الامنه في تدريب يمكن سائق الميكروباصات والتاكسيات الى اخره. والنادي السيارات يضع نظام لجذب واستقطاب هؤلاء السائقين للتكثيف التدريب حتى تكون استخراج رخص القيادة بشكل آمن ومنظم. أنا على يساري الأستاذ الدكتور علي عبد السليم ممثلة لوزارة النقل، وطبعا وزارة النقل عليها عبء كبير جدا بالنسبة لسلامة السلامة على الطرق وسلامة الطرق ذاتها، و يعني كان لهم إسهامات كبيرة في وضع التوصيات اللي احنا هنتوها مع حضراتكم. بعد كده في الاستاذ الدكتور خالد عباس اللي هو كان مقرر المؤتمر والدينامو المحرك، يمكن كان اللي اختار لنا عدد كبير جدا من الباحثين اللي اشتركوا في المؤتمر، وكان لهم بصمه كبيره جدا في اعداد التوصيات، واعتقد هو اقدر واحد مننا في انه يتلو على حضراتكم موجز غير مخل بتوصيات المؤتمر جميعا. الاخ نبيل البشبيشي، نبيل البشبيشي جه متاخر شويه لكن يعني كان ايضا دينامو في هذا المؤتمر يعني ومحرك رئيسي وراء تنظيم اللقاءات كلها وتنظيم المحاضرات والعمليه التنظيميه بالكامل واخراج ايضا اخراج الشكل النهائي للتوصيات. فكلهم انا بقدم لهم الحقيقه الشكر الجزيل، وريت نسمع من كل واحد من حضراتكم قبل ما نعرض لحضراتكم التوصيات النهائيه كلمه صغيره. بس انا عاوز قبل ما انهي كلمتي اقول لكم ان احنا بنفكر الحقيقه في اننا ده خبر يعني يمكن ممكن احنا يا ريت الاعلام يركز عليه شويه،
انه نادي السيارات خد قرار في اننا نحاول نجذب مصنعي السيارات واصحاب شركات البترول اللي لهم محطات على الطرق الى اخره في اننا ننشئ شركه للتوسع في اقامه مراكز خدمه وانقاذ على الطرق السريعه كلها. العالم كله فيه بالشكل ده، الشركه وبتعمل اشتراكات للجمهور اللي بيستعمل الطرق بحيث انه اي حد يحصل له اي حادثه او عطل في سيارته الى اخره ننظم خدمه سريعه للاصلاح والانقاذ. يعني العالم كله ماشي على كده، في نوادي السيارات في العالم الثانيه ماشيه من هذا الكلام، وان شاء الله باذن الله هنكثف متابعه الاتصال بال زي ما قلت بشركات تصنيع السيارات مصنعه للشركات المصنعه للسيارات وبالشركات البترول اللي لها محطات بنزين على الطرق، بحيث انه ممكن في جنب كل محطه من هذه المحطات او جنب كل مصنع من المحطات او بالقرب منه ينشا مراكز انقاذ على طول الطرق السريعه ان شاء الله باذن الله. واعتقد المشروع من المشروعات اللي ممكن جدا يكون لها دور في السلامة على الطريق. أنا بشكر حضراتكم جميعا على حضوركم. أنا عارف إن رمضان يعني له ظروف خاصة إلى آخره، لكن يعني شاكرين اهتمامكم بهذا الموضوع. الموضوع ده موضوع هام جدا، ويمكن الرئيس السيسي اتكلم كتير جدا عن موضوع السلامة على الطريق وموضوع المرور إلى آخره، والناس كلها مهتمة بيه، موضوع من الموضوعات الرئيسية. وده بيبين إنه نادي السيارات مهتم بالشأن العام، وليس بس النادي اجتماعي او نادي مهتم بالرياضات الموتوريه، وانما له في وضع القواعد التي تحكم السلامه على الطريق باذن الله. نرجو ان اجهزه الاعلام تساعدنا وتساعد مصر كلها على التركيز على القواعد الرئيسيه اللي ممكن انها تسهم في السلامه على الطريق وفقا للتوصيات اللي هتسمعوها حضراتكم. انا بترك الكلمه بقى دلوقتي حاليا اولا للسيد السفير وهيب المنياوي رئيس لجنه السياحه والمرور.